موقع أنا السلفي. عقم اكتشاف الطاقات، عقم اكتشاف الطاقات. ايه عقم اكتشاف الطاقات ده؟ وين مقصود بيه ومين المقصود؟ انك انت احيانا بتكون امام مسجد او محفظ في حلقة او استاذ او معلم او اي دور، اي دور بتقوم بيه، بس تحتيك ابناء انت بتربيهم وبتعتني بيهم وبتهتم بتربيتهم وتعليمهم. واضحة كده؟ يبقى انت دورك ايه؟ انت دورك كأنك معلم، بس تحت ايديك ناس انت بتوجهها او بتعلمها او بتربيها. المفترض عليك انك انت تعلم بس ولا تكتشف طاقات الناس الموجودة؟ ها؟ نعمل ايه؟ تكتشف طاقات الناس الموجودة. احيانا بقى المعلم ده بيبقى عنده ضعف في اكتشاف الطاقات دي، ما يقدرش يكتشفها، ما يعرفش يكتشفها، ما يعرفش، فده بيسموه ضعف اكتشاف الطاقات او عقم اكتشاف الطاقات. عقم اكتشاف الطاقات يعني مش عارف يكتشف الطاقة. طبعا واحنا شفنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام كانت سياسته قائمة على اكتشاف الطاقات وتطويرها وبنائها وترشيدها والاستفادة منها.